الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. بس دكتور ايمن، حضرتك يعني على الفروق بين الاسنان، عايز اعرف لها يعني لو ليها تقويم مثلا بتركب لها حاجات، عايز افهم يعني لو ليها علاج سريع السمر، يعني السواد اللي في بين الاسنان دوت، عايز افهمه برضه يعني ايه سببه وايه علاجه، وعايز افهم مثلا يعني لو في علاج يعني مؤقت او علاج دائم. اهلا بيكم. الناس بدات تهتم باسنانها، حلوه. مش بدات، في ناس كتير بتهتم باسنانها. من أشهر الحاجات اللي حصلت في العالم الفترة اللي فاتت إنه بقى نجوم الكرة عارفين إن هم واجهة إعلانية ولازم مظهرهم. كان زمان دي يعني من حوالي 13-14 سنة كان لعيب الكرة تلاقيه ولا عادي، تلاقي أسنان مكسرة، تلاقي شعر خفيف مش متظبط، تلاقي بشرة مش جيدة، مش أحسن حاجة، يعني تلاقيه لعيب كورة، أنا لعيب كورة فأنا مش نجم سيما. لا، دلوقتي هم بيهتموا بنفسهم زي نجوم السينما بالظبط. مثلا هوريكم، مش بس اللعيبة، المدربين مثلا يعني براندن روجرز ده مدرب كان ليفربول السابق، كان عنده مشاكل في اسنانه وعمل تقويم. هو دلوقتي معرفش بيدرب مين، بيدرب دلوقتي برضه، فكان عنده مشاكل في اسنانه عمل لها تقويم في السن بتاعه ده. كان عنده برضه جاريث بيل نجم توتنهام وليفربول وريال مدريد، النجم الويلزي المشهور، برضه عمل شغل في اسنانه وعمل تقويم في اسنانه بشكل اساسي. الاشهر بقى البرازيلي روبرتو فيرمينيو اللي هو دلوقتي بيلعب في الدوري السعودي، ده من الناس اللي كان سنانهم سيئة جدا وكانت كل سنة في ناحية، عمل تجميل والحقيقة عمله كذا مرة، واضح ان هو حسنه. كوتينيو البرازيلي اللي كان بيلعب فيه برضه، شوف بص السنان كلهم بقى دلوقتي بيحرصوا على ان السنان تبقى مرصوصة ازاي وجميلة ازاي وبتاع، كانت سنانهم قبل كده فيها مشاكل. يورجن كلوب نفسه اللي هو مدرب دلوقتي، ولو ان يعني انا بلاحظ ان كتير من الناس في الدوري الانجليزي بيعملوا سنان برايتن قوي، يعني ناصعة البياض، محتاجين يعني يتفرجوا علينا ويشوفوا الصح ايه عشان يعملوا. ضيفتي العزيزه الاستاذه الدكتوره اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب جامعه القاهره، وصاحبه الدبلومة الأسبانية لزراعة الفم والأسنان وماجستير جراحات الفم والأسنان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك دكتور أيمن، إزيك؟ السؤال الجاي ده سؤال مضحك بقى، عارفة اللي هو إيه؟ يعني أنا مش عارف ليه حظي وحش في الدنيا وأنا بعمل كل الكوارث اللي في الدنيا يعني. فبعت لي بيقول لي بيعاني من اصفرار في الأسنان ولونها مش قد كده، يعني رغم إنه بيهتم بتنظيفها، وبعت لي رسالة طويلة قوي. فآخر حاجة في الرسالة كاتب إيه؟ اخر جمله قال لي علما باني مدخن. كما لو كانت كده يعني، عارف جمله انا بقولها كده وخلاص، علما باني مدخن. فانا كنت ساعتها انا هقول له ايه؟ هقول له يعني كتر خيرك ان انت طيب قلت لي السر. اصفرار الاسنان دوت انا كنت عامله عليه لايف من يومين، وبعمل لايفات كتير بقى اشرح فيها الحاجات دي عشان احاول اقرب للناس واوضح لهم طب الاسنان قد ايه هو بسيط، بس الناس بيبقى عندهم سقف احلام غلط عالي جدا جدا، غلط مش في محله. زي واحد مثلا ما عندوش عربية يقول لك أنا هجتهد وهسافر اسكندرية في 3 ساعات ماشي. لا، هو حاجة دي مش إمكانيات إنسان، مش هينفع، مش عافية، هي مش عافية. فأنا بحاول في اللايفات بتاعتي أوصل للناس الحقيقة إيه. الحقيقة يا جماعة الأسنان صفر، يعني مثلا حد جاي بالشكل ده سنانه، هو على فكره هو جاي كده، هو كده احنا ما لمسناهوش، هو جاي بالشكل ده، سنان صفرة، كميه جير رهيبه رهيبه حقيقي في كل الاتجاهات. احنا عشان نفكر السنان الصفرة ديت جايه منين وحلها ايه، لازم اول حاجه نعرف ايه سبب الاصفرار. هل هو جير؟ يبقى هنشيله. هل هو عيب خلقي؟
يبقى حضرتك مش هتتكلم في تبييض اصلا، عيب خلقي يعني، في تتراسايكلينستين يعني، في دنتينوجينيسيس امبرفكتا يعني، في امراض بقى جينيه كتير ممكن تخلي اللون بتاع الاسنان اصفر يدخل في بني ورمادي كمان. طيب ده نوع، ولا هو مش اكتر من تدخين، والتدخين ده كميته قد ايه؟ في موضه طالعه بيقول لك ايه، هتبيض وهتركب تلبيسه لما تيجي تشرب اي نوع من انواع الادخنه، سواء شيشه سواء سجاير، تلبسها دي هتخلي ان الادخنه دي ما تجيش على اسنانك وتطول لك عمر التبييض. الكلام ده كله مش حقيقي، مش حقيقي، لان في حاجه الناس مش فاهماها. هو حضرتك فاهم ان انت لما تشرب قهوه مثلا، القهوه لو بلعتها بشاليمون مش هتدخل بقك؟ طبعا هتدخل بقك، ده بتدخل في السلايفا، بتدخل في اللعاب، تكوين اللعاب نفسه بيكون فيه قهوه وفيه سجاير وفيه كل حاجه، هتتراسب اسطح الاسنان طبعا. حاله زي اللي معروضه دي حلها ابسط من ان انت تدخل تعمل لها تبييض او فينيرز، مجرد ان احنا شلنا كميه الجير الرهيبه اللي على الاسنان والتصبغات المبالغ فيها اللي على الاسنان، احنا جبنا نتيجه مرضيه، الآنسة دي قالت خلاص يا جماعة أنا زي الفل، أنا زي الفل، يعني خلاص مش محتاجة أن أنا أعمل كده، أنا كده راضية وبقيت زي الفل والوضع اتغير جدا وبقيت حلو. فكون الواحد عنده سنان صفرة، أول حاجة عايزين نعرف سبب سنان الصفرة إيه. ونفسي أقول حاجة، السوشيال ميديا ما ينفعش فيها تشخيص، يعني ما ينفعش حد يكتب لي على السوشيال ميديا. أنا على فكرة هقول لك على معلومة، في كتير من زملائنا ما يعرفوا، في بند في قانون الرعاية الطبية والقوانين الخاصة بها ينص على تجريم وصف أي وصف علاجي على الواتساب وعلى السوشيال ميديا. لا هو يعني مش بيبقى وصف علاجي، إن احنا نعمل حوار، لا يعني مثلا يجي حد يقول لي إيه، لا بس دي كتيرة كتيرة، أنا دايما بتابع كل السوشيال ميديا بتاعتي كلها يوميا ببص عليها. لا اسئله يا جماعه، والله انتوا بتتعبوا نفسكم. ما هو ده يقولك ده إيه؟ ده انا عايز اخلع واركب وازرع بكام؟ لا فين السؤال؟ ما هو بص، فين السؤال؟ الاسئله من النوعيه دي بلس بقى قول لي حالتي حلها ايه مثلا، او انا بعت لك صوره اشعه قول لي اعمل ايه في الاشعه. طبقا لقانون المهن الطبيه في فقره تجرم الدكتور اللي يرد على مريضه في الحته دي. ايوه طبعا، ولو رد باسلوب علاجي غير منطقي، عارفه لو رد باسلوب علاجي يحق للماشي على العلاج بالطريقه دي يقدم بلاغ، والراجل الدكتور اللي عمل خدمه ورد بمجدعه قوي يعاقب. تخيل ان انا لما حد بيقول لي اديني روشتة علشان بس ارتاح على ما اجي اكشف عندك انا برفض والناس تزعل مني، بقول لهم يا جماعه ما ينفعش. ده انت، انا بقول لك ده انت لو حضرتك عملتي كده، انا بكلمك جد. انت عارف دلوقتي موضوع الهايبر سنسيتيفيتي مكسر الدنيا، ده دلوقتي انت بقى كل دواء بتديه للعيان يعمل عليه اختبار حساسيه. طبعا الانتي بايوتكس دلوقتي بقت حاجه طبعًا. اكتساح. طبعا انا نفسي لما تعبت كده من فتره فكنت عايز اخد انتي بايوتك، فانا عملت اختبار حساسيه لنفسي كده جدعانه، يعني كنت بجاملني يعني، عارف بدأ. لا عملت والله، انا اللي عامل لك مش ما كان دكتور يعني، محدش قال لي روح اعملي، انا اللي رحت مستشفى كده جنب المركز وقلت له لو سمحت عايز اخد انتي بايوتك اعمل لي اختبار حساسيه. لا انا ما اعملش لنفسي، لا حد عملها، طلع عندي حساسيه رغم ان انا باخد ادويه عادي جدا وما بشربش حاجه. ازود لك الطينه بالله بقى، انا ممكن انت تاخدي دواء معين مضاد حيوي معين او دواء معين لفترات وفجاه يعمل تيجي في اليوم ده يجي لك حساسيه، فده لازم تعمل اختبار كذا مره. اسمها اكيوميليتيف هايبر سنسيتيفيتي. ايوه شاطره، برافو عليك. لا انا مذاكره جامد. لا مذاكره دايما لما بقولها في حاجه اسمها اكيوميليتيف هايبر سنسيتيفيتي الناس تقول لك يعني ايه؟ يعني ممكن تاكل موز طول العمر ريموت، ومره واحده تاكل موزه تجيب لك حساسيه ريموت. انا بالظبط ريموت انا فلكت كراش. مظبوط. تعالي بقى للسؤال اللي جاي ده، عجبني قوي. انا بحب الناس اللي تهتم بجدتها وجدها، بحبهم جدا جدا. فبعتت لي بتقول لي جدتي بتعمل تركيبه اسنان، عملت تركيبه اسنان، بتحس بالم كل مره بتشعر، وغيرت التركيبه اكتر من مره، وبيسال هل يناسبها الزراعه بدل التركيبه ولا لا. لازم تعمل اشعه مقطعيه ونشوط العظم بتاعها.
ينفع زراعه ولا لا. بس ادام هي غيرت التركيبه اكتر من مره وكل مره ما بترتاحش، يبقى انت عندك كميه العظم اللي في الفك قليله، فالسنان التركيبه نفسها سند على اللثه، فاللثه بتتقطع وهي بتاكل وهي بتتكلم، فهي بتبقى ضغط على اللثه بتاعتها جامد جدا، لان ما فيش سمك يعني ما فيش عظم كافي انها تحط عليه تركيبه، فهي ديت المشكله. يبقى لازم تشفت على طول الزراعه. يعني حاله زي كده كان عندها تقريبا نفس المشكله او عنده بقه فاضي تماما، كل ما يعمل تركيبه مش مريحاه، نفسيته تعبت جدا، لان فعلا هو موضوع التركيبه المتحركه دي على فكره مؤلمه نفسيا جدا ومؤلمه حقيقي اللي هو الطقم يعني اللي هو الطقم. فالحاله ديت برده نفس الكلام دوت، اول حاجه تعمل اشعه مقطعيه نشوف العظم بتاع الحاله ديت هينفع فيه زراعه ولا لا. طيب لو هينفع نحط كام زرعه، وهل هنزرع فك ولا هنزرع فكين، السكر وضعه ايه، العظم اللي احنا شغالين فيه وضعه ايه، العيان ده ملتزم اصلا ولا لا، العيان دوت مدخن ولا لا، وضع الكلى والكبد ايه، هل بياخد ادويه ولا ما بياخدش ادويه، سيب بعض الناس ربنا يعافيهم يا رب بياخدوا جلسات كيماوي، بياخدوا اشعاع، بياخدوا ولا ما بياخدوش. الناس لازم تبقى حاسب كل ده. وفي الاخر وصلنا للنتيجه دي ان احنا زرعنا فكين للشخص دوت، زرعنا فكين، زرعنا اللثه، عملنا له تركيبه بسم الله ما شاء الله الحمد لله مرضيه جدا جدا. بس الفكره كلها في نجاح الشغل هو الخطوات اللي احنا ماشيينها بحكمه ومظبوطه، ولا يلا اجري حط زرعه واجري، لا ما بتتحسبش كده. لازم الحاجه تمشي سيكونس مظبوطه علشان النتيجه تطلع فعلا مرضيه. سؤال لطيف جدا بيسأله كتير قوي، خاص بدرس العقل. تقول لي انا جالي الم في درس العقل، اشيله ولا ما اشيلوش، ولا اتعامل معاه ازاي، هل ينفع تربوش البرتقال درس العقل؟ بص موضوع درس العقل ده ناس كتير بتسالني فيه كتير جدا جدا. درس العقل دوت انا بحبه جدا، يعني انا من الناس اللي ببقى مبسوطه وانا بخلع درس العقل. درس العقل دوت بتحس ان انت ايه، اكيد لعبت الشطرنج قبل كده. انا كنت بطل في الشطرنج. عارف وانا ما اعرفش والله. عارف احساس السعاده لما تلاقي نفسك عملت حاجه وخلاص كش ملك، هو ده بالظبط احساسك وانت بتخلع درس العقل. هو ذكي وانت المفروض تكون اذكى منه علشان تطلعه من غير ما يعمل معاك اي حركه ولا يبوظ لك الدنيا. اول حاجه بدرس العقل اللي الناس كلها متصوره ان دوت كلام مش مظبوط، اول حاجه لازم تصور اشعه، لازم تعرف الباث واي بتاعه ايه، هو هتدخل له منين، وليه فكره وخطه وتكنيك. انا بتعرف شطرنج، ادخل له من هنا ولا ادخل له من هنا، اضعف حته ايه، طب اضعف حته ممكن انا اضعفها اكتر ايه علشان اعرف اطلعه. لازم تبقى عارف طب هطلعه سليم ولا هطلعه اجزاء. طب لو هطلعه اجزاء، على فكره طلعه اجزاء دي مش حاجه عيب، ده تكنيك. طب انا لو هطلعه اجزاء هطلعه ازاي، اقسمه بالطول ولا اقسمه بالعرض، كده بقى كام، كده بقى 2 ولا هقسمه كده يبقى 2 برضو، طيب ولا في 4. لا درس العقل فيه فكره، في فكره، فكره فكره ذكيه جدا، والناس كلها تقعد تقول لك ايه في ايه ده درس عقل يعني حصل ايه. لا لا هو درس العقل ده فيه شغل. اكتر حاجه تبين الدكتور ده ذكي ولا لا، خلع درس العقل. مش الخلع العادي خالص، لا الخلع العادي هتكسر وهتخبط فيها يطلع، لكن درس العقل لا. ده بلس انه في اخر زاويه في البق، يعني انت شغال في ضلمه، فالدنيا جوه وفيلد ضيق جدا، فدرس العقل لا في فكره فعلا وجميل. بس هو ما بيركبش عليه طربوش، ما بيتزرعش مكانه، عشان انا بتسال الاسئله ديت كل يوم. بس في حاجه، لو البق كله فاضي وما عندكش الا درس عقل ودرسين ثلاثه كمان ممكن تستخدمهم في انك تحط عليهم تركيبه، فساعتها هتستخدم درس العقل. بس درس العقل اللي الناس ما تعرفوش انك عشان تعمل له طربوش او عشان تعمل له علاج عصب، ده ليه سبيشال اكويبمنتس، ليه ادوات مخصوصه. وليه اكويبمنت مش اس اكويبمنت اكويبمنت بلور ما لا ما بتجمعش والله. حد قال لي تصدق. تخيل كمان ان هو لازم تجيب له كونترا مخصوصه، عارف انت الكونترا اللي هي الناس بتسميها شنيور دي، لازم ليها حجم مخصوص. لازم بتشتغل بادوات مخصوصه عشان تدخل تعمل له علاج عصب. لازم دكتور مخصوص على فكره، مش اي دكتور يشتغل في درس عقل، يعني بيبقى محتاج دكتور بروفيشنال قوي وصبور قوي، وهتحتاج تفتح فم المريض بجهاز علشان خاطر انت مفيش فيلد اصلا تشوف فيه. فالشغل في درس العقل على فكره ما هوش زي البق كله،
عشان بس الناس تبقى فاهمه، ونتائجه ما بتبقاش زي البق كله، لان انت شغال في مكان فيه جيناتيك ايرور كبير جدا. عندي بقى قصه مثيره جدا اللي هي صغر حجم السنان. بقى جاي لي كيس عندها اسنانها صغيره، وده مسبب لها يعني كمان عندها ابتسامه لثويه، سنان صغيره وابتسامه لثويه برضو لما واصفرار برضو. لما شفت كلمه ابتسامه لثويه فكرت في حاجه، هل هي سنان صغيره فعلا ولا لثيه كبيره؟ يعني فكرت في كده. مش انا شاطر؟ شاطر. ما هو ده اللي انا بقعد اشرحه للناس. الابتسامه اللثويه ديت بتيجي منين؟ بتيجي ان الفك نفسه طالع لبره. ده احتمال يعني الاول. الاحتمال الاول. ده كذا احتمال. عندك حاجه اسمها رولاب ليب، يعني السنه الشفه العلويه نفسها صغيره ورفيعه، اول ما بيبتسم بيحصل لها رولاب، بتقوم متنيه لجوه وطالعه لفوق، فبتبقى عباره عن عارف خط كده، فبتبين جزء كبير من اللسان. حط عليها بقى فاكتور ان من العيوب الخلقيه ان اللسه بتكون حجمها كبير والعظم ومغطي جزء من السنه. دي انت لو عملتها تجميل يعني زي الحاله ديت. الحاله ديت برضو عندها ابتسامه لثويه وعندها بس دي فعلا سنانها صغيره. على شكلها ابتسامه سنانها صغيره وفي الفكين علوي وسفلي، يعني الاثنين صغيرين. في الحاله ديت بتعمل ايه؟ في الحاله دي بيبقى عندك ثلاث اتجاهات تشتغل فيهم، عندك سنان، عندك لسة، عندك شفه. علشان الناس متخيله ان في علاج اسمه علاج الابتسامه اللثويه، فانت تروح تاخد العلاج وتمشي. لا، مفيش حاجه اسمها كده. دي من اكتر الحاجات المعقده علاجيا جدا في طب الاسنان، صعبه، لانك شغال في ثلاثه فاكتور، ثلاثه هتظبطهم، والثلاثه لازم يتظبطوا مع بعض وزي بعض وبنفس الريشوز عشان تطلع منظر هوموجينس في الاخر. فالاسنان الصغيره هتعمل ايه؟ بتبدا ترسم في اللثه، وتبدا ترسم في العظم، وفي الاخر تدي منظر جميل وهوموجينس. لازم تدي شكل الفستونز، وترسم البابيلا اللي هو اللثه اللي ما بين السنان، وتدي نفس الشكل الطبيعي بتاع خلقه ربنا المتوقع من الشكل، بس تطول جسم السنه دي. على فكره دي صعبه ومحتاجه شطاره. في الحاله دي احنا عملنا كل ده، ولا اصفرار بقى ركبنا له الفينيرز اللي حضرتك شايفها دي. فاحنا كده طولنا السنان، ركبنا الفينيرز، قللنا الابتسامه اللثويه. طيب هل لغيناها؟ لا، ما لغيناهاش. احنا كده اشتغلنا على اتنين فاكتور، اللسة والسنان. هيتبقى فاكتور ايه؟ الشفه. الشفه لازم تتنفخ، بس ما حبيتش اظهرها بعد ما عملنا الفالرز عشان ما كانش يعني المريضه ما كانتش حابه ان احنا نظهر. بس دي لسه في عامل ثالث، وبرده الناس لازم تبقى فاهمه ان الفيلر اللي في الشفايف ده بيتعاد كل من 6 ل 9 شهور، عشان برده الناس فاهمه ان هو هتعمل مره وخلصنا. لا، هي مفيش مره وخلصنا، احنا لازم هنفضل مكملين على الموضوع دوت فوريفر. الكيس اللي جايه دي بقى، دي انا بتهيألي انها واحده من اشهر المشكلات الموجوده في مجتمعنا، المجتمع العربي كله وفي العالم، بس في مصر والعرب احنا ابطال قوي في حكايه احداث فراغات بين السنان. احداث ليه؟ نحدثها ليه؟ بنعملها ازاي؟ بالخله. الاستخدام الخاطئ للخلة. احداث ما بنعمل بيصعبوا عليه، بيفضل يدخل. مره بسفره وفي الطياره كان في واحد قاعد جنبي، يا حرام، مسك الخله وعمال كان فاضي يعديها من الناحيه الثانيه. عارفه انا قاعده براقب كده بجنب عيني، هتعدي الناحيه الثانيه ازاي؟ خلاص دخلت نصها جوه بقى. مأساة. فخلينا نقول انه حكايه الفراغات بين السنان دي مشكله كبيره جدا. طبعا. وبتعكنن جامد، وللاسف ما بتعرفش بعد كده ترجع العلاقات الطبيعيه ما بين الاسنان. فانا بفضل استخدام الفلوس عن الخله، اللي هي الخيط الطبي. الخيط الطبي افضل كتير من التوث بيك او الخله. بس الناس مش عارفه ازاي لحد النهارده تستخدم الفلوس. انا كتير بشرحه برضو في اللايفات اللي انا بطلعها على الفيسبوك والانستجرام وكده. هو الناس بتعمل ايه؟ بتقوم جايبه الفتله مظبوط او الخيط الطبي ولفها على صابعها وتبدا تدخل وتطلع ما بين سنانها. بس هي كده فاهمه انها نظفت. غلط، ما بتتعملش كده. هي مش شطاره، تك 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 تك، مش شطاره. هو انت لازم تدخل وتحتك بسطح السنه اللي مثلا على اليمين، وتطلع بتطلع الاكل اللي مترسب على الاسطح، تنزل تاني
تحتك بالسطح اللي على السنة الشمال وتطلع، ما ينفعش تدخل لحد ما تقطع اللسة وتخبط فيها وتبوظ الدنيا، ما ينفعش. لا انت بتشغل على أسطح السنان. اه وفي فراغات مش هتنفع تقفلها زي غير اللي هي مفتعلة بالخلة، لا في مثلا اللي هي بتاعة خط الفلجة. النص الفلجة، يعني انا لسه جايه لي امبارح عيانه بتقول لي ايه انا عايزه اقفل الفلق بس مش قوي، اصل انا مشهوره بيها انا بحبها، ففي ناس بتحبها رغم ان هي عكس التجميل في كل المقاييس، بس بس دي ما بتطلعش من استخدام الفتله والخله والكلام ده، دي بتبقى حاجات ليها علاقه بحجم السنه وحجم الفك وليها علاقه بالوتر الشفوي. الوتر الشفوي ده انا بشرحه للناس كتير بس الناس مش متصوره، لما اي حد يشد شفته ويرفعها لفوق هيلاقي زي وتر كده رابط السن الشفه باللسة، ده اسمه الوتر الشفوي. الوتر الشفوي ده ليه مكان، لو نزل من المكان دوت لحد ما بين السنتين الاماميتين بيفتح الفراغ ده، ودي بتعطل حالات تقويم كتيره، يعني دايما تسمع ايه انا عملت تقويم والفراغات رجعت تاني، ليه؟ لان ال 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 اللي اشتغل ما خدش باله ان الوتر ده لازم يتقص او لازم يترفع لفوق، ما ينفعش يتساب. كل ما انت بتتكلم شفتك بتتحرك، الوتر الشفوي بيتحرك معاك او بتاكل، يفضل يتحرك معاك كده هو طول ما انت بتتكلم يبدا يزود الفراغ، ودايما يقول لك ايه الفراغ ده ما كانش كده زمان ده بيزيد. ادي احنا اولا شلنا الوتر خالص الشفوي، علشان شفوي يعني اللي هو في الشفه يعني، شلنا خالص علشان نقدر نضمن ان ما يحصلش تاني الفراغ دوت يفتح، وركبنا فينيرز علشان نكبر حجم الاسنان، لان الريشوز ما كانتش مظبوطه، حجم الاسنان صغير على حجم الفك وعلى حجم الوجهه، فقدرنا نوصل لشكل متناسق عن طريق فينيرز قفلنا الفراغ خالص. مش العينه دي ما طلبتش ان احنا نبقلها جزء في الـ في الـ في الفلق دوت، بس في بعض الناس بتطلب بتقول لك اقفليه بس مش قوي، انا عن نفسي بقول لا هو لازم يتقفل خالص لان ده عكس التجميل، طول ما انت شايف حاجه سودة كده ده مش حاجه جميله خالص في الفم وفي الابتسام، بس لو تاخد بالك ان بعد مختلف خالص فعلا الرصه شكلها الطف كتير اه، وحجم السنان كبر شويه عن قبل كده، فتحس انها فعلا شكلها حلو. ما تخليش مشاكلك تكبر وحلها اول باول عشان تبقى دايما في امان. ضيفتي العزيز الاسم القدير والقيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور اسراء السعيد استشاري جراحات الفم والاسنان وصاحبه الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان جامعه سيفيا ماجستير جراحه الفم والاسنان، نورتي وشرفتي. شكرا يا دكتور ايمن، شكرا. نورتي الناس الحلوه. شكرا. خليكم مع الناس الحلوه.